مكملين مع حضراتكم ومستمرين، وتعالوا دلوقتي نستعرض منافسات البعثة المصرية بكرة إن شاء الله في أولمبياد طوكيو. أكتر أكيد من منافسة بكرة هيتلعبوا في اليوم التاسع، وهنبتدي مع مشاركة مصر ضد رومانيا في دور الـ16 من منافسات تنس الطاولة فرق سيدات الساعة 3 الفجر. هيلعب منتخبنا سلاح الشيش رجال مع نظيره الفرنسي في الدور الرابع الساعة 3:45 دقيقة فجرا، والساعة 4 الفجر هيقابل منتخب كرة اليد البحرين في ختام طبعا منافسات دور المجموعات، وكمان عشان يحسم ترتيبه في المجموعة. في منافسات المصارعة هتظهر لأول مرة في النسخة الحالية، هتواجه سمر حمزة اللاعبة الروسية ناتاليا في دور الـ16 من منافسات المصارعة النسائية لوزن 76 كيلو، وده يكون الساعة 4:14 دقيقة فجرا. وهيقابل كمان عبد اللطيف منيع سيرجي، طبعا ده هيكون الساعة 4:49 دقيقة فجرا في دور الـ16 لمنافسات 130 كيلو مصارعة رومانية. وفي نفس التوقيت هيلعب هيثم محمود مع سيرجي إيميلين ضمن منافسات دور الـ16 لمنافسات 60 كيلو مصارعة رومانية. وهتختتم منافسات بكرة إن شاء الله اليوم السابع للبطولة بمواجهة منتخب الرجال لتنس الطاولة قصاد نظيره الصيني ضمن منافسات دور الـ16.